that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. فوزي البنزرتي مدرب الأكثر تتويج مع الأندية التونسية. البنزرتي يحمل النجم إلى قمة ترتيب البطولة في الجزء الأول ويتوج بطل الخريف. في الموسم الثاني على التوالي على رأس النجم الساحلي فوزي البنزرتي يرتوي من كأسين، الأولى في أوت 2015 كأس تونس، والثانية كانت كأس الكونفدرالية الإفريقية ونصف لقب البطولة إلى حد الآن. في موسم داهن النجم بهزيمة ضد نجم المتلوي ثم 14 مباراة متتالية دون هزائم، يكون المجموع النهائي 12 انتصار زوج تعادلات وهزيمة واحدة. فوزي البنزرتي سبق له تدريب النجم في 86-87، وقتها النجم أنهى مرحلة الذهاب في المرتبة الأولى قبل ما يتوج في نهاية الموسم بالبطولة. في 2006-2007 فوزي البنزرتي ينهي الجزء الأول من البطولة في المرتبة الثانية 3 نقاط عن النادي الإفريقي، يحمل اللقب في نهاية مشوار البطولة. مسيو بريسينج هي تسمية ليست من فراغ، والأرقام تكفي بأن تؤكد قوة فوزي البنزرتي في شحن لاعبيه باش يصبح النجم أكثر فريق يبادر بالتهديف منذ بداية الموسم، منهم 20 هدف في الأشواط الأولى ما فيهم 14 في النصف ساعة الأولى. ثاني أفضل خط هجوم 29 هدف، والنجم مقبل إلا 8 أهداف، ينهي مرحلة الذهاب كأفضل خط دفاع مع النادي البنزرتي. I would not. I feel.